ولكم إلى حلقة جديدة، والحين بنكمل مشوارنا مع البترول. يا بترول يا بترول يا بترول، بس الحين يبغالنا فلوس. طبعا كان هذا كله يبغالنا فلوس، أنا في اللعبة كله محتاج فلوس لأن يثبت الاقتصاد. كان يصيحون المرة الماضية على الفاير، وأنا والله صاحب عليهم الصراحة، صاحب عليهم حرفيا، ولا مسوي لهم سالفة. ماي كيف وضع الماي؟ ممتاز ماي، ممتاز ماي، ممتاز. اهم شيء الماي واموره طيبه. احنا خلينا نشوف التلوث. اير بولوشن موجود، وند بولوشن، راديشن، والله شكل الوضع زين، انا اشوفه زين. ها قاعد يسوي بومبنج، بس انا شو لازم اسوي هنا؟ احط كرود اويل ستورج، تخزين كرود اويل، وادخل المانج جلوبال ونسوي له اكسبورت وتق اوكي. بس هذا بالفين، حطي واحد اثنين، حطي ثالث. ما بقول لا، ما بقول ابا فرايت، ابا يتاجرون الجماعة شوي. ها حق المصانع يمكن يكون يحتاجون مساحة تخزيني، مع اننا اشوف الاول فاضي، لكن مو مشكلة، مو عليه، مو مشكلة عادي. ويبالنا شاحنة، يبالنا شاحنة، يبالها 3000 سمو، لأن هي ما يبالها وايد. بس دليفري ليش ما عندها مكان باركن حلو يعني، ولا شو هي هاي باركنات تم الحلوة؟ أوقف واحدة هني، ليش ما أوقفها هني؟ ونسوي اكسبورت. طبعا هاي بحد ذاته بروحها عند شاحنة، هي عند شاحنة. خلنا نحط لوحة اشارة، خلهم يعرفون ان هذا البترول. يمكن حد يبي يضارب خط، يبي يداوم ولا شي. ماشي يسوي اويل جاك. اوكي بس مش مفروض احط اي مكان، ولا بس هني يعني، ولا شو السالفة؟ ليش متى بروفت ويل بوم جاك؟ هذا افضل، بيكون افضل، هذا بيكون افضل وايد، بيكون طبعا وايد افضل. بس الحين لازم امن المدينة، امن المدينة. اذا هذا بدأ يبيع الحين في الجلوبر الماركت، نحن بنصدر بترول، نصدر بترول لين ندخل مدخول زين. من المدخول هذا ممكن الواحد يبدأ يتكلم. بس المشكلة بواجهها الحين بحتاج خدمات زيادة، انا متأكد، انا عندي مشكلة في الخدمات. اعرف، اعرف كيف اللعبة تشتغل هنا، نفس كل الالعاب محتاج خدمات، خاصة سمسيتي. سمسيتي وايد تنقص خدمات، يعني هذا بيته قاعد يحترق الحين. بيلعوزنا نحن بيقول الله بيتي قاعد يحترق. اعرف بيتي قاعد يحترق، لحد طفاية تحريق في بيتك. خلنا ما ندخل في عذاب بيتك، نحن احنا اللي قاعدين ناكل العذاب من بيتك كله. not enough simoleons. ها متى بيبدا يبيع؟ ها قام ينتج. زين ليش الترك ماله ما يشتغل عدل؟ يبغى له شوي وقت، اعطى وقت 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 وقت. تايم 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 تايم، يبغى في تايم لين يبيع، لان الحين هنا اصلا عندنا في الستور جوي الحين. هي عندنا، لا هذا الفرايت، هذا من المصانع مش مال البترول. لو تروح تجيب بترول تبيع والله زين. ها هذا 1000 بترول. والله كانت فكرة ولا ترتيب احلى لو كان هذا عند البترول، كان بيكون ممتاز فعلا، كان احس انه بيكون ممتاز جدا. هني بس بحط كم من خدمات انا بعد شوية، بس لين هذا يبدأ يشغل البترول وغيره. هذا عنده بس ما قاعد يوصل، ما عنده وايد شاحنات. خليه يوصل، وصل عندك. اوكي 200 وشي بارل، بعد يباله مساحة اكبر حق الانتاج.
يعني الحين ساحب على المدينة تماما. طبعا الحين بنتج فلوس من مصدر أسرع. ها شوفه البوم جاك شغال. أبا الوضع ولا المبلغ الأكبر خليه ينتج هذا إنتاج حلو، حياس ينتج يوميا 700 وشي، 700 وشي which is not much. يعني ها 9000 على 1000 يعطينا، يعني في اليوم ما قاعد يطلع لي 9000 هذا. بس إذا أقدر أخليه يطلع لي أكثر من 9000 بيكون مفيد جدا. فعسب شي أنا شو بحتاج؟ بحتاج أحط لي 2 من هايل. هذا 1000 1.2 barrels per day. المصنع نفسه يطلع لي 800 تقريبا per day. فإذا أقدر أخليه يطلع لي يوميا 2000 بيدخل عليه فلوس أوكي. بس تحت 2000 صعب. من يبدأ يطلع لنا فلوس أوكي بنبدأ نحط خدمات نحن، يعني حتى لو ندخل شوي في الماينس. بس في ناس هني بدأت ترتاح، الناس اللي ترتاح يستاهلون مواصلات صراحة. لا أوكي المواصلات شوية بعدهم، بعدهم بينتظرون انتظار زين. سيد الحلول الانتظار. نحن شو محتاجين، سكان ولا كوميرشل؟ هم محتاجين الاثنين، مو مشكلة. لازم نستغني عن شيء الحين مقابل نحن نبغى المكان يتطور. سوري باي ام سوري، ليكون زعلتوا مني، تكونوا زعلوا مني. شطبت عليهم على السريع، هاي لسه زعلانين كلهم ساكين قاعدين هني زعلانين. زين يا عزيزي البترول تعال خلنا نطور البوم مالك، خلنا نشوف. اوكي انا باك انت مال باك اكثر واحد. خلنا نشوف الانتاج اليومي ماله كم بيزيد. يعني اوكي زيد، انا الحين ممكن نبيع في اليوم على الاقل مرة على الاقل. هاي 9000، هاي تسرع اللعبة. اللعبة مش اسرع طريقة بهاي الطريقة طبعا، لكن تذكروا دائما اقتصاد ثابت، اقتصاد ثابت، اقتصاد ثابت. بتم نسحب بترول من المنطقة اللي نشوفها نحن، ما بنسوي لها واحد اثنين. خلاص خلاص لين تنشف مرة، لين تنشف. الحين يكمل 1000 يشيل هذا يعقه هني. كمل شل شل 1000 خلينا نشوفه. شل شله تصير بيع. بيع انتوا بعد لازم تشتغلون، لازم تشتغلون، ما غير شغل ما ممكن فايدة. بناكم هني لتكدحوا مش لتنبسطوا. في فرق من الخطة سيدة مالي. نات نفس مولينز، نات نفس مولينز، نات نفس مولينز. هل عملة اللعبة هاي ذابحتني. نات نفس مولينز بعد مرة ثانية. كملت 1000 وديتهم هني. ليش ما بعتهم بعدك؟ بيع بيع بيع. أشكرك، كفو عليه والله. باعهم على طول يبيع، صراحة سرعة البيع ممتازة في اللعبة. سرعة البيع ممتازة. أنا ما أفضل إنهم يسكنوا على الشارع العام، لكن الصراحة محتاج إنهم يسكنوا على الشارع العام حاليا. منطقة مش أفضل منطقة تبنى لأن عندي بترول. بس انا ابغى امدد البترول مالي واخلي منه شيء جميل. لا تحتهم القروض، بناخذ قروض وايد في الجيم هذا. بس اساسا مشي الامور مش افضل طريقة انا بديت فيها، لكن الصراحة اشوفها جيدة. يعني ممكن الواحد يشوف الطريقة هاي، يعني مثلا بديت ببترول، ابغى الصناعة هاي تم تدخل علي فلوس ومش اكثر فلوس قاعد تدخل لي. انت شو محتاج؟ وركر شورتج. توي باني ترى اسمع فكرة، يعني اذا ما تدري بيوت وما عندهم خدمات مساكين حتى. اوكي نبا طبعا نوي، لا وايد مكلف. بس بكبر هذا على اساس اني بكبر المصنع عقب مالي. بنلف من ورا بنقعد نمراوح، مو مشكلة. هذا
مش خضية. نمد شوي بهالاتجاه هذا. هدمت واحد ما عليه، عادي عادي. بالطريقة هاي نروم نحطي الصوب الثاني هنيها، نرسم شوي اذا بغينا يعني. بس الحين عندنا كهرباء، ما تشوف لحاجة ان نحط كهرباء زيادة، بس يسده خلاص هذا اللي موجود عنده. وفي اليوم في العادة بينتج لما تعتر جريب. اوكي حلو حلو ممتاز، قام ينتج قريب ال2000 اللي هو اكثر من ممتاز. يعني اذا الحين ازيد واحد من هايل بيكون انتاجه وايد حلو. وعندي عربتين يعني بيمديهم يشلون ويبيعون، يشلون ويبيعون، يشلون ويبيعون، بيكون اكثر ممتاز حق البيع في هالمكان هذا. الحين عندي مثلا اوفرلابنج، بنحط هني الواقي عقب يوم بنمتد، نقدر نمتد ما في مشاكل، ما بنحات الامتداد. بس حطينا بمب زيادة اللي هو يزيدني، يقدر يزيدني لين 1200 برل. هذا اللي كم يقدر يزيدني لين 2400، بس ما اقدر ادق عليك لك حتى تشوف المساحة. هذا بالنسبة للنووي سويناه. الحين جريب ال2000، جريب ال18000 يوميا، حلو ممتاز. بس الحين بنحتاج مناطق سكنية بعد ما نأمن هاي المنطقة. عندك مشكلة انت مع الحرايق؟ الدوت محتاجين مال جاربج، محتاجينه. بيعطيني 25000 اذا اني عادل شوي. اسف يا مصنع، نتي نفس موليونز. اخ اكسبت تيك، تعال بنحط الشحنة بكم؟ 5000. غالية والله الخايسة، ورخيصة. خلنا نحرق الوساخة اللي زايدة، بنحرقها بس عساس يمتد هذا. نحن من البداية مسوينا قلنا بنمتد، فالمصانع مشكلة عشان تنهدم شوي ما يضر. اعرف ان عندي وركر شورتج، اي نو اي نو. يمكن ان اعتمد وايد على البترول في كيوم واحد كانتاج يوم، بس اتصور انه مصدر حلو الواحد يعتمد عليه. وتصور يعني اتصور انه بيكون مصدر حلو ثابت لفترة طويلة قبل لا نحتاج مصدر ثاني. وخاصة ان الحين انا بحط الكازينو، بس الكازينو لازم احط الشرطة واحط عندها كازينو، لان الكازينو يجيب مشاكل، كل انواع المشاكل. احد انواع المشاكل اللي تجي من ورا الكازينو سرقة، جرائم، مرضى، سكارة، كل شيء. او بحط الكازينو قريب من الشرطة، لو ما فينا على مشاكل كازينو. الكازينو مشاكل وايد. انت زعلان ادريبك. You are making loss of profit. What makes me unhappy? We could use some fried shipment. زين عندكم fried shipment هذا؟ ها no shippers. ما عليه، سامحني يا صديقي، اعرف ما عندك shippers، اعرف ما عندك. عندك فرايت بكبر هذا مش قادر تستعمل انت، اصلا مو بوي هالمكان هذا. مع الوند بعيد عن الناس، ابني مناطق صناعية جديدة. هذا الجاربج، جاربج كانس كولكتد بير داي، ريسايكلينج بنز. ريسايكلينج ما عندنا للحين يعني، بس اهم شيء انه في الجرين. ما في حد عنده وساخة زايدة، بس ممتاز عندنا مصنع كبير. هذا المصنع اصلا اكثر من احتياج المدينة اللي نحتاجها، بس مسوينا لانه مفيد. انزين الثاني كنا في التريد، نحن نسوي لكم هذا قريب الاويل بلانت، بس عندي واحد خلاص ما بحتاج. لو امتد في هذا افضل، لكن ما بمتد في هذا. انا اللي بسويه الحين ارجع مدخولي شوي للطبيعي على 1500، لان الحين انتاج البترول عندي استوى زين. اذا اروم ادبله بعد، اذا ابى الحين اروم اخذه. اوكي ثانك يو. روم دبله ما في مشاكل. روم اوفرلابنج اوفرلابنج اوفرلابنج. روم اي بهني، لا بهدمه هذا.
زين بيبه هني حتى عندها. ايوه هذا هو الكلام. ممكن نزيد الانتاج بس كهربا مالي اظني بطيح شويتين. كهربا مالي بتزعل. خلنا نشوف الكهربا. الكهربا شكلها وضعها مو بيكون اوكي. لا 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 اوكي اوكي اتسرفايفد اتسرفايفد اتسرفايفد. عاشت الكهرباء. بس الحين بيشتغلون عندي وايد سيايير. لازم ما يوقفون. لانه بيوصل. هي هي وايد حلو. فيري نايس. مع الحلقة سوينا في البترول الحلقة الجاية بعد امتداد البترول بنشوف المناطق السكنية الكبيرة. هالمناطق كلها راح تتطور اصلا في النهاية. وراح توصل تطور عالي جدا. نشوفكم في الحلقة الجاية وخلكم متابعين ودقوا لايك على الفيديو وسبسكرايب ولا تنسون عشان تتابعون السيريس هذا.